Assalamu alaikum everybody and welcome to our lesson. Today our lesson is about conditional sentences, الجمل الشرطية. أول شيء بدنا نعرفه إنه الجمل الشرطية it has two parts, two sentences. الإف كلوز اللي فيه الشرط الكونديشن وفي كمان إف and the main clause واللي هي result النتيجة. ممكن طبعا نعكس بينهم تكون main clause at the beginning and followed by if clause. ممكن نعكس بين الجملتين. أول إشي حنتعرف عليه first conditional. First conditional structure or form if مع جملة present simple. يعني subject و verb 1 و complement. ايش جملة الـ present simple؟ subject, verb 1 و complement and simple future. الـ main clause مكون من simple future واللي هو subject مع will أو want بحالة النفي مع الـ verb اللي هو الـ base form. verb form اللي هو الـ base form الـ infinitive. usage, we use first conditional to talk about possibilities, الاحتمالات in present or in the future. نحكي عن أشياء حتصير in the present or future. Examples, if it rains, I will stay at home. فعليا إذا مطرت أنا حجلس في البيت. هذا موقف من حياتي اليومية وفعلا حيصير. If I wake up late, I will miss the bus. هون بنحكي عن موقف في الوقت الحالي. بنحكي عن موقف ونتيجته في الوقت الحالي أو في المستقبل. فهون إحنا بنحكي عن أشياء حتصير فعليا. أما zero condition اللي بنحكي فيه عن general truth or habits يعني عن حقائق عامة أو عادات. real world يعني الأشياء الحقيقية في العالم. scientific facts etc. بنحكي عن أشياء عن العادات عن الحقائق العامة. ما بنحكي إنه إشي is going to happen now. ما بنحكي إنه إشي حيصير هلا. إحنا بنحكي عن إشي بالعموم حقائق روتين عادات. فهون عنا الفورم تبعه if و present simple يعني subject verb 1 complement. وبالجهة الثانية ما في will زي ال first conditional. في عنا present simple tense برضو اللي هو subject verb 1 و complement. ما في عنا will بالجزء main clause. examples, if it rains the ground gets wet. احنا ما بنحكي انه هلا هي حتشتي وبعد هيك حتتبلل الارض. بنحكي حقيقة بشكل عام انه لما تتبلل الارض لما تمطر الارض تتبلل. if I cry I have a headache. انا بالعادة لما ابكي بصير عندي صداع. ما بحكي انه هلا انا بدي ابكي ويصير عندي صداع. هذا الفرق بين الزيرو كونديشن والفيرست كونديشن. الفيرست كونديشن بحكي عن اشي إذا هلا عملته حتصير في نتيجة وبحكي عن مواقف حتصير معي. أما هون بحكي كمعلومة كعموميات بالزيرو كونديشن. If you mix yellow and blue you get green. وننتبه طبعا إنه لما أحكي present simple بدي أنتبه على استخدام الفعل مع S المفرد لما يكون الفاعل. When we have a singular subject. If you are tired, you go to bed early. انت بالعادة لما تكون تعبان بتروح بتنام بكير. If you pour oil on water, هون صرنا بالحقائق العلمية scientific truths or facts, it floats. لما تخلط لما تسكب الزيت على المي تطفو. هاي حقيقة. If you smoke, you get old early.
Now we have second conditional اللي بنحكي عنه unreal condition. Unreal يعني اشي غير واقعي، اشي ما صار وما حيصير، غير واقعي. If ما ال past simple، واذا كان ال verb to be بيكون where مش was. إذا كان الفعل الرئيسي verb to be بنستخدم where مع ال would، ال main clause would أو wouldn't طبعا بحالة النفي، مع ال infinitive verb. شو الاستخدام؟ زي ما حكينا imaginary situations يعني مواقف متخيلة in the present or future، في المستقبل أو في الحاضر، بس هو إشي خيالي مش واقعي. If I won a million dollars، لاحظين verb to بال if clause، I would buy would مع ال infinitive verb a new car، بس أنا ما ربحت ولا في احتمالية إني أربح. If I were you، حكينا هون ال verb to be نستخدم where بس بال second conditional. بال second conditional we don't use was، we use where. If I were you I would quit smoking، أترك التدخين. اوكي هذا هو درسنا، خلينا نشوف اكسرسايز question for you. بدي اياكم يا تامن to stop this video here وتحاولوا تحلوا لحالكم وبعدين تشوفوا الاجابات الصحيحه عشان تختبروا حالكم. اوكي هون stop وبلشوا حلوا لحالكم وبعدين بتشوفوا الاجابات الصحيحه. طيب here we have the answers. If it is winter, the weather is cold. طبعا هاي جملة present simple والفعل الرئيسي هي الverb to be، هو الverb to be. The weather is cold. حقيقة عامة هاي. They'd يعني they would be very angry if you didn't visit them. ليش حطينا didn't visit؟ لأنه في عنا would المين كلوز، فأكيد بالإف كلوز هو past second conditional past. النفي بالpast إيش هو؟ didn't مع الفعل infinitive. يعني هون أنت لو إنك ما زرتهم لكان زعلوا، بس أنت فعليا زرتهم، يعني هذا الحد، هاي الجملة مش واقعية، هاي الجملة مش واقعية وما حصلت، اللي حصل العكس. 3 if I were you، لو كنت مكانك، if I were you I would listen to my mother. كيف عرفنا انه هون حنحط where؟ هاي الجزء الثاني بين لكم انها second conditional بما انه موجود would. 4 when I have a day off from work I usually مع zero conditional. مع zero conditional نحكي عن اشياء بعملها كروتين، ففي كلمات بتدل عليها زي usually و often. go to the beach. 5 I will have a good job. كيف عرفنا انه I will have؟ من ال if conditional، من ال if clause الموجودة هون. I study hard. في عنا هون present simple if I study hard. إذا درست منيح في المستقبل شو حيصير؟ I will have a good job. That's all for today. Have a nice day and see you later.